زي ما ذكرنا هنبدأ في هذا الدرس هنتحدث عن ديبث أوف فيلد، هنشوف إن اللي عندنا وليكن هنا أي عنصر أي بلين. في عندنا بالفعل لايت، اللايت هيكون قيمته 400 واط. في عنصرين، اول عنصر المونكي وهنعمله سكيل 0.1، ثاني عنصر اي عنصر وليكن سفير وسكيل 0.1 كالتالي. نذكر ان هنضيف اي كاميرا وكنترول الت زيرو بتكون بحيث تكون هي الاكتيف. طيب ايضا تفعيل الديبس اوف فيلد بيكون في خطوات بسيطه. حقيقه لون هذا اللون غير جيد، فخلينا نغير هذا اللون الى اللون الابيض. طيب اولا بنذهب الى الكاميرا هنفعل الديبس اوف فيلد. هو مبدئيا اصبح الصوره كلها بلور. طب ليه؟ لان في حاجه اسمها الليمتس. الليمتس موجوده في الفيو ديسبلاي، موجوده عندنا نقطه الليمت عشان تظهر في من هذه الناحيه. فهو الليمت موجود، المفترض انه موجود هنا، فخلينا هنحركه إلى هذه النقطة. خلينا نشوف. طيب نعمل زوم إن بالبرسبكتيف أو الفوكال لينس ل 120 وليكن. طيب خلينا نحركه أيضا. نتأكد المفترض إن الخلفية تكون بلوري. طيب هو بالفعل الخلفية بلوري اللي هي بس استوسان فقط هو الظاهر والباقي بلوري. طيب احنا هل ممكن نعدل ديبس اوف فيلد؟ بيتم تعديله من هذه الخاصيه الاف ستوب. كل ما كانت الاف ستوب او الابرتشر فاليو كانت رقم صغير وليكن 0.1، فبنلاقي ان نسبه البلوري عاليه بهذا الشكل 0.5. تمام، يبقى كده اذا ظهر عندنا السوزان مونكي. ولكن خلينا نحرك كالتالي. بإذن ظهر عندنا سوزان مونكي بشكل أفضل، لكن الخلفية غير ظاهرة. فعلا 0.5 يكون نسبة. البليدز لو غيرنا الرقم ولكن 6 أو أعلى بيكون في شاربنس في الصورة. دي طبعا هي معظم النقاط اللي بنستخدم. دي كانت اول طريقه اللي هي طريقه الليميتس. في طريقه اخرى وليكن هي بنختار الفوكس اوف اوبجكت، نختار وليكن المونكي، فهي نفس الطريقه هيحرك الكاميرا او هيكون ده هو الفوكس اوبجكت. مش لازم اي هذا الاوبجكت، ممكن يكون وليكن
مربع من هذه المربعات. أصبح عندنا السودان المنقي بلوري والمربع الأخير بلوري، وده هو اللي ظهر. ليه؟ لأنهم هو في نفس الدبس. طيب خلينا نغير ده وليكن 0.3. فاحنا شايفين ان دي من احدى المميزات الفوكس اوف فيلد، وهي يعني طبعا لو عملنا ممكن يتم، مش لازم يكون الاوبجكت، مش لازم يكون العنصر اوبجكت، ممكن يكون امبيتي ويعمله انيميت. فلو في فيديو انيميشن فيكون طبعا قمة الروعة، لان هيعطي الرندر يكون اكثر واقعية. وبكده يكون غطينا على معظم الاوامر اللي تخص ديبس اوف فيلد. طيب عشان ننتهي منه هنذهب الى السيتنج اوف رندر من ديبس اوف فيلد. هذا الرقم كلما اقل كلما يكون قمة الديبس اوف فيلد اقل. يعني لو 20 هيكون في بلوري، هو دي ممكن نقول ان هي قمة البلوري زي مثل فوتوشوب. لو قلنا اللي هي 150 هتكون القمة بهذا الشكل، 500. لكن شايف ان القمة من 50 ل 100 مناسبة جدا. طيب اتمنى يكون هذا الدرس اللي هو عن ديبس اوف فيلد يكون واضح، وإلى اللقاء في الدرس الثالث من EV Render.